أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام آئیے قرآن شریف پڑھے میں فرانس سے قاری فقیر محمد مسعودی اور اسکاٹلینڈ سے بیٹی کنیز فاطمہ. ناظرہ قرآن کریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو آئیے آج کے سبق کو پڑھتے ہیں, چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا, یہ آئیے آپ کا جو صاحب کا سبق ہے وہ ہم سنتے ہیں. جی, گزشتہ سبق میں آپ نے آیہ نمبر 24 تک پڑھا تھا. ہاں, آگے یا ایھا الناس اعبدوا سے شروع کیا تھا. نہیں, وبشر الذین آمنوا. اچھا ٹھیک ہے, میں یہاں سے پڑھا تھا. یہ سنائیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزق منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم, وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اتنا ہی تھا جی. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, آگے پڑھتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. عين کو کلیئر کریں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ويقطعون
ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض. تربيه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون واو في الأرض. واو کو لمبا کیوں کر رہی ہو؟ واو کے آگے الف تو نہیں ہے. پھر پڑھو. يقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض. نہیں صحیح ہو غلطی. دھیان سے پڑھو. ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض. وا یفسدون نہیں ہے. یہ چار دفعہ آپ نے مسٹیک کی ہے بھائی. پھر پڑھو. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. پھر پڑھو. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسد. وہی غلطی ہے. ويفسدون نہیں ہے. واو زبر وا اس سے لمبا نہیں کرنا. واو زبر وا یا پیش فا یف و یف وا یفس نہیں ہے. پھر پڑھو. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. میم کے اوپر شد ہے, جہاں جہاں وہاں پر غنہ کرو. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وهو بكل شيء عليم. پھر پڑھو اوپر سے. ويقطعون سے. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أبيكتر ما پڑتاهم ديان سنو. الذين ينقضون
يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. یہ سنیں گے کل انشاءاللہ اگلے سبق میں, اور اس سے آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے لے کر اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تک یہ آپ نے آگے بھی نکالنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. تو ٹھیک ہے, آج کا وقت جو ہے وہ سبق ختم ہوتا ہے, سبق کا وقت اختتام تک پہنچتا ہے. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.